بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الإجابة على الأسئلة المتبقية من الجلسات السابقة والمتجددة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، فإن المقصود بالعلم العمل، مقصود بالسؤال معرفة الجواب الصحيح ثم العمل به وتعديل الأخطاء التي تحصل. وأما مجرد سؤال وجواب أو مجرد قراءة كتب من غير عمل ألا لا يفيد شيئا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا اللقاء الأسبوعي الثالث في ليلة 21 من شهر رجب من عام 2020 و400 وألف. أستأنفه مع الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هذا السائل يا صاحب الفضيلة يقول: ما هو تعليق فضيلتكم على مقولة البعض من أنه لا بد من احترام الرأي الآخر حتى وإن كان فيه مخالفة صريحة لنصوص الكتاب والسنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، هذه مقولة انتشرت الآن، وكأنهم يريدون أن الناس يذهبون إلى ما يحبون من الأقوال، وأنهم لا ينحصرون بقول يوافق الكتاب والسنة، وهذا لا شك أنه باطل وضلال، أنه لا يجوز احترام الرأي الآخر بمعنى أنه يعتد به ويعتبر حكما شرعيا، بل يعتبر خطأ إذا خالف الدليل، يعتبر خطأ ولا يجوز العمل به، لأن الأئمة رحمهم الله كلهم يقولون إذا خالفت أقوالنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول الرسول ودعوا أقوالنا. الله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. المسلمون ليس لهم قدوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مع الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة آخر من أصحاب الأقوال، والقدوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما الأئمة والفقهاء فإنما يؤخذ بأقوالهم إذا وافقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من خالف إنه لا يقبل ورأيه مردود عليه، ولا يحترم بمعنى أنه يعتبر حكما شرعيا ولا يرد عليه. إذا كان المراد بالاحترام أنه يعتد به وهو خطأ، هذا قول باطل. أما إن كان المراد به بالاحترام أنه لا يجرح صاحبه إذا كان قصده الحق ولكنه لم يصبه،
فهذا لا يجرح لأنه يريد الحق ولكنه لم يوفق، لكن لا يؤخذ بقوله، لكنه لا يجرح أو يقال فيه ما يقال من تنقص. هذا إذا كان من أهل الاجتهاد، من أهل العلم والبصيرة، إن العلماء ليسوا معصومين ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم، ليسوا معصومين. فالذي أخطأ يترك خطأه ويبين غلطه، ولكن لا يمس بتجريح، لأنه مجتهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والمقصود بيان الحق ومعرفة الحق، وليس المقصود تجريح الأشخاص، إلا إذا كان هذا الشخص مبتدعا أو ضالا فإنه يبين حاله. العلماء بيّنوا أحوال الرواة، رواة الحديث بيّنوا أحوالهم، بيّنوا المجروحين، وبيّنوا المقبولين، وبيّنوا الذين لا يضبطون الأحاديث في حفظهم نقص أو خلل أو ضبطهم، بيّنوا هذا نصحا للأمة، هذا من باب النصح للأمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ورد في كتابكم الملخص الفقهي باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ما نصه: ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وكذا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة الظهر بعد العصر، آمل توضيح ذلك. وهل يجوز أن أقضي راتبة الظهر بعد صلاة العصر إذا نسيتها؟ تقضيها بعد الظهر، بعد الظهر، إلا إذا جمعت، إذا جمعت العصر مع الظهر إنك تقضيها بعد العصر، أما إذا لم تجمع فإنك تقضي راتبة الظهر القبلية بعدها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: سمعت من أحد المشايخ يقول إن من إحدى علاج السفر كذا الحجامة والأمام. يقول إن من إحدى علاج السحر الحجامة، ولم أتمكن من استيضاح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، هل هذا الكلام صحيح؟ وكيف يكون ذلك؟ هذا غير صحيح. الحجامة ليست علاجا عن السحر، ولا أعلم أحدا قال بهذا. حجامة علاج عن مرض يكون في الدم، أما السحر فعلاجه بالرقية، بالرقية الشرعية وقراءة الآيات التي فيها إبطال السحر، واستعمال الأدوية المباحة المجربة التي يعالج بها السحر، كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد في باب ما جاء في النشرة. نعم. قد قرأتموه وسمعتموه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: وجدت كتابا في المكتبة عنوانه حقيقة لا إله إلا الله، تأليف المودودي وسيد قطب وصالح الفوزان، هل اطلعتم على هذا الكتاب وما رأيكم فيه؟ نعم، اطلعنا على هذا الكتاب، وهو جمع بين المتناقضات، وكأنهم يريدون أن يروجوا فكر المودودي وسيد قطب، لأنهم من أقطاب الإخوان المسلمين، فهم يريدون ترويج رأيهم في لا إله إلا الله وأنها الحاكمية، هذا غلط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل الآخر يقول:
ما حكم الطواف في القبور ودعائها من دون الله؟ وهل يحكم على من طاف بها بالكفر والشرك أم لا بد من إقامة الحجة عليه أولا؟ طواف بالقبور بدعة، الطواف بالقبور بدعة وتشريع دين لم يأذن به الله، إن الله لم يشرع الطواف إلا بالبيت العتيق فقط، وليس هناك شيء على وجه الأرض يطاف به إلا البيت العتيق الكعبة المشرفة. فالذي يطوف على قبر أو على مقام فهذا قد شرع دينا لم يأذن الله به فهو بدعة. وإذا كان يتقرب إلى الميت بهذا الطواف فإنه يكون شركا أكبر. أما إذا كان يطوف بالقبر تقربا إلى الله فهذا يكون بدعة لأنه شرع دين لم يأذن به الله، ولا يكون شركا لأنه لا يقصد صاحب القبر، لكن ظن إن الطواف عنده فيه فضل وأنه مشروع هذا يعتبر بدعة وضلالا، ولكن لا يصل إلى حد الشرك ما لم ينوي الميت بهذا الطواف والتقرب إليه. فإذا نواه وتقرب إليه بهذا الطواف فقد عبده من دون الله عز وجل، لأن الطواف عبادة. فإذا طاف للميت يخافه أو يرجوه فقد عبده من دون الله عز وجل، هذا شرك، شرك أكبر. وأما قضية أنه جاهل، فالذي يعيش في بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع كلام أهل العلم قامت عليه الحجة، هذا قد قامت عليه الحجة لكن لا يريدها، يريد الاستمرار على ما هو عليه، ولم يلتفت للقرآن ولم يلتفت للسنة ولم يلتفت لكلام أهل العلم، فهذا معرض، هذا معرض ولم يقبل الحجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: السترة هل هي واجبة أو سنة؟ إن كان القصد السترة اللي هي ستر العورة في الصلاة يسمى السترة، هذا شرط من شروط صحة الصلاة ستر العورة. أما إن كان القصد بالسترة ما يكون أمام المصلي من شيء مرتفع هذا سنة ليس بواجب، هذا سنة، ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وفيه وعيد شديد. وإذا لم يكن أمامه سترة فيحرم المرور من أمامه مسافة 3 أذرع، 3 أذرع هذه المنطقة لا يمر منها، بل يمر من ورائها أو من وراء السترة. واتخاذ السترة في الصلاة سنة ليس بواجب، بدليل أن حديث المسيء لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي لم يأمره بالسترة، بين له ما يجزي في الصلاة ولم يذكر له السترة. نعم. فدل على أنها سنة، على أنها سنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم أنها سنة وليست واجب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف يعرف علماء السوء من علماء الأمة؟ يعرفون بمذاهبهم وأقوالهم، من كانت أقواله موافقة للكتاب والسنة وكان يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة في عقيدته في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويعتقد
أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويؤمن بالقضاء والقدر، يؤمن بأركان الإيمان الستة، يؤمن بأركان الإيمان الستة، ولا يحكم على المسلم العاصي بالكفر إذا كانت معصيته دون الشرك، لا يحكم عليه بالكفر بل يحكم عليه بالفسق وضعف الإيمان أو نقص الإيمان، ولا يخرجه من الدين إذا كان يعتقد هذه العقائد الموافقة لعقائد أهل السنة والجماعة فهو منهم. نعم. وإن خالفهم في شيء منها فليس من أهل السنة والجماعة، إنما يكون من أهل الضلال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم من يقول هذه العبارات: لو كان الربا حراما كان غير موجود، ولو كان الدخان حرام كان ما بيع في المحلات؟ هذا لا عبرة بكلامه، هذا يظهر أنه مخبل، هذا يظهر أنه مخبل. الربا موجود وهو حرام، والدخان موجود وهو حرام، كل المعاصي موجود، المعاصي كلها موجودة وهي محرمة، إبليس موجود وهو عدو لله. فوجود هذه الأشياء لحكمة من الله سبحانه وتعالى، لأجل الابتلاء والامتحان، ليتبين من يطيع ممن يعصي. الله أوجدها لحكمة، وهو الابتلاء والامتحان. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فوجود الأشرار ووجود المحرمات ووجود المعاصي هذا لحكمة من الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق وأهل الكفر. ولو لم توجد هذه الأشياء ما صار لأحد ميزة ولا تميز هذا من هذا. فالله خلق الخير وخلق الشر لحكمة منه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل اتخاذ سجادة خاصة للصلاة مع عدم الحاجة إليها من البدع؟ لا، ليست من البدع. اتخاذ السجادة للصلاة ليست من البدع، بل هي تكون من المباحات، تكون من المباحات، لا نقول إنها بدعة. والمصلي يصلي على حسب حاله، على الأرض أو على فراش أو على سجادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حسب الحال، أحيانا يصلي على الأرض وأحيانا يصلي على الحصير عليه الصلاة والسلام. ما كان يقصد أنه ما يصلي إلا على الأرض أو ما يصلي إلا على فراش، بل كان يصلي على حسب ما اتفق. إذا صلى الإنسان على سجادة أو على فراش أو على الأرض، كل ذلك لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: نعلم أن النمص لا يجوز، وأنه نتف الحواجب أو هو التخفيف منهما، وكذلك تشقير الحواجب، ونسأل عن حكم رسم الحواجب بما يسمى بالقلم، يرسم مثل الكحل ولا يبقى، إذ عند مرور الماء عليه يذهب، فما حكم استعماله والحالة هذه؟ لا يجوز العبث بالحواجب. الحواجب تترك كما خلقها الله، وهي جميلة ومناسبة للوجه، خلقها الله سبحانه وتعالى
مناسبة للوجه ومتزنة، لا يجوز التدخل فيها بصبغ أو بنتف أو بحلق أو بقص أو غير ذلك، بل تترك كما خلقها الله سبحانه وتعالى. فإن تدخل فيها هذا يكون تغييرا لخلق الله سبحانه وتعالى، وهو يتفاوت، أشده النمص، ومثله سائر العبث، مثل سائر العبث بالحواجب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك ظاهرة بين كثير من المؤذنين، وهي أنهم لا يضعون الأصابع في الأذان ويقولون هذا لم يثبت، فما قولكم حفظكم الله؟ وش يدريهم أنه لم يثبت؟ هذا وارد، موجود في السنة، وهو يقولون أنه يساعد على رفع الصوت، يساعد المؤذن على رفع صوته، وهو سنة. من وضع أصابعه في أذنيه فهو سنة، ومن لم يضع. كان بلال رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعل هذا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يلزم المصلي أن يلصق أصابع رجليه بأرجل المصلي الآخر، مع أن ذلك يزعج المصلي الآخر ويشوش عليه صلاته؟ هذه ظاهرة حصلت في بعض الناس الذين يدعون أنهم يعملون بالسنة ولا أصل لها. الطريقة الفحج بين الرجلين ووضع رجله على رجل الآخر، هذا تكلف وأذى للمصلين وفتح فرج في الصف، ينفتح تحته فرجة ويريد سد الفرج وهو يفتح فرج في الصف، فالمصلي يقف على طبيعته على رجليه ومتقاربتين ويلتصق به الآخر يدنو منه، فسد الخلل هو بدنو المأمومين بعضهم من بعض بمحاذاة المناكب والأكعب، وأن لا يكون بينهما فتحة. وليس هذا بفحج الرجلين، وإنما هو بالتقارب، تقارب بين المصلين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف نجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير والطيرة، وبين أنه كان يكره الاسم القبيح؟ يكره الاسم القبيح، إيه، لكن كان لا يرده صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو التطير، كان لا يرده ذلك عن قصده. التطير أن تتشاءم ويردك هذا التشاؤم عن قصدك فتعدل عما عزمت عليه، هذا هو التطير. الطيرة ما أمضاك أو ردك، أما كون الإنسان يجد في نفسه كراهة هذه طبيعة البشر، ولكنه يمضي ويتوكل على الله هذا لا يضره. نعم. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الدف للرجال، حيث أني سمعت بأنه جائز بدليل فعل الأنصار له عند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، بأنهم كانوا يضربون الدف؟ الدف إنما هو للنساء في مناسبة الزواج، هذا الذي ورد، أنه تضرب عليه النساء بمناسبة النكاح لأجل إعلان النكاح، قال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. وأما في غير مناسبة النكاح التي رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من اللهو، يكون من آلات اللهو، ولا يجوز لا للرجال ولا للنساء إلا في مناسبة الزواج للنساء خاصة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل ولا أدري الكلام الذي ذكره السائل أن الصحابة ضربوا بالدفوه لما قدم الرسول المدينة، هذا لا أعلم له أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا لقيه الأنصار والمسلمون، استبشروا به واحتفوا به عليه الصلاة والسلام، كل واحد من الأنصار يأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب أن ينزل عنده ويقول دعوها فإنها مأمورة. فمضى عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مكان مسجده وحجراته، فبركت الناقة في هذا المكان عند باب أبي أيوب الأنصاري، فأبو أيوب أدخل رحل النبي صلى الله عليه وسلم واستضافه عنده، ولم أقف على أنهم ضربوا الدفوف بمقدمه، إنما هذا يذكر في أبيات طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا الله داع. هذا ليس في قدومه للهجر، لأن ثنيات الوداع ليست على طريق الرسول القادم من مكة، وإنما هي على طريق القادم من الشام، لأن ثنية الوداع معروفة إلى الآن على طريق تبوك طريق الشام. فربما أنهم فعلوا هذا إن ثبت كما ذكر صاحب الروض الأنف وابن القيم أنهم فعلوا هذا عند قدومه من غزوة تبوك. نعم، لكن ما ذكر أنهم يضربون الدفوف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي أفضل الكتب المفردة في شرح الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما رأيكم في كتاب العلم الهيب شرح الكلم الطيب؟ لأن سمعنا أن فيه مخالفات. اسم الكتاب؟ العلم أو العلم الهيب شرح الكلم الطيب. العلم ليه؟ الهيب. الهيم؟ أي نعم. بالميم؟ بالباء. هيب؟ أي. أدري عن هالكلام هذا، وش معنى الهيب؟ أيضا شرح الأذكار موجود في شروح الأحاديث في السنن والصحاح، لأن هذه الأذكار مأخوذة من كتب الحديث، وكتب الحديث مشروحة في مواطنها، وهناك شرح قديم على الأذكار للنووي لابن علان المكي. نعم، شرح قديم في 5 مجلدات أو 6 مجلدات، وهو موجود ومطبوع على الأذكار للنووي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل خروج الدم من الأنف أو من الجروح يعتبر من نواقض الوضوء؟ إذا كان كثيرا فقد ذكر الفقهاء أنه ينقض الوضوء، أما إذا كان يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء لأنه قل من يسلم منه، لكن إن كان كثيرا عرفا فإنه ينقض الوضوء. ولكن لم يثبت في هذا الحقيقة، لم يثبت به دليل، إنما هذا قول الفقهاء رحمهم الله، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد تكلم شخص في أحد المجالس وقال: الغرب تقدم وغزانا من كل جهة، ولا زال علماؤنا يتكلمون عن الجهمية والمعتزلة، ولم أرد عليه خوفا من الخوض في أعراض العلماء، والسؤال: هل سكوتي هذا صحيح؟ وماذا كان يجب علي في مثل هذه الحالة؟ هذا تلبيس على الناس. شو العلاقة بين الرد على الجهمية والمعتزلة الذين أفسدوا العقيدة وبين تقدم الصناعي؟ ما منع هذا من أنه يشتغل، فلا مانع يجمع بين الرد على أهل الضلال وأيضا تعلم الصناعة، تعلم
التقنية المفيدة لا تعارض بين هذا وهذا، لكن هذا يريد أن الناس يتركون أهل الضلال ولا يردون عليهم من أجل أن يروج باطلهم وتفسد عقائد المسلمين، هذا الذي يريد. أو أنه جاهل ما يدري، يسمع كلام غيره ويقوله. وإلا لا تعارض بين كون الناس يتعلمون العقيدة الصحيحة ويردون على العقائد الباطلة وكونهم يتعلمون أيضا أمور دنياهم وأمور الجهاد، لا تعارض بين هذا وهذا. نعم. بل إن تعلمهم لعقيدتهم هو في أوليات الاستعداد للجهاد، لأنه إذا صحت العقيدة واستقامت العقيدة استقام الصح الإيمان، فهذا أعظم القوتين، لأن القوة قوة إيمان وقوة سلاح، إذا اجتمعت القوتان فهذا أعظم شيء. وبالدرجة الأولى قوة الإيمان، أما قوة السلاح مع عدم الإيمان أو مع ضعف الإيمان فإنها لا تفيد شيئا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رأيت في المنام أني أقبل الحجر الأسود وشممت منه رائحة زكية، أفتونا جزاكم الله خير. والله أنا لست أعبر الرؤى، ولكن هذه رؤيا خير إن شاء الله، أن تقبيلك للحجر الأسود وما تشمه من الرائحة الطيبة علامة خير إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل آخر يقول: ما حكم مشاهدة النساء للأشرطة التي يوجد فيها رجال؟ هذا لا يجوز، لأن هذا فتنة لهن، إذا شاهدنا صور الرجال ربما يفتتن بهم، والأشرطة التي فيها فائدة كثيرة بدون صور الحمد لله، الأشرطة المفيدة التي فيها الخير وفيها العلم موجودة بدون صور، الصورة لا فائدة منها، بل فيها مضرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ورد في التسليمتين من الصلاة زيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ نعم ورد، وعليه بعض العلماء، لكن الصحيح عدم الزيادة، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر، أكثر ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه جمهور أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. شخص يريد أن يتوب من فعل اللواط، ماذا عليه أن يفعل لكي يتوب من هذا الفعل؟ شروط التوبة المعروفة من كل معصية: أولا الإقلاع عن الذنب وتركه نهائيا، وقطع الوسائل التي تؤدي إليه، ما هو بس يترك الذنب ويبقى على الأسباب التي تؤدي إلى هذه الجريمة من الاختلاط بالفاسقين وإطلاق النظر وغير ذلك من أسباب الفتن، بل يبتعد عن الجريمة وعن أسبابها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعزم أن لا يعود إليها مدى حياته، يعزم أن لا يعود إليها مدى حياته، فإن كان في نيته أنه سيعود إليها مرة ثانية في وقت آخر هذه توبة مؤقتة لا تقبل، هذه توبة مؤقتة لا تقبل. والشرط الثالث الندم على ما حصل منه، والاستحياء من الله، الخوف من الله عز وجل، هذه الشروط الثلاثة شرط للتوبة من كل ذنب، فإن نقص شرط منها لم تصح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا توضيح أتى، يقول: إن كتاب العلم الهيب في شرح الكلمة الطيب هو شرح للعين صاحب شرح البخاري المسمى بعمدة القاري، وهو شرح لكتاب الكلمة الطيب لابن تيمية.
نعم العيني من فقهاء الحنفية، هو شارح البخاري عمدة القاري، شرح صحيح البخاري، وهو من علماء الحنفية، وهو مصري ومعاصر لابن حجر العسقلاني، وكان يتكلم في ابن حجر ويتنقصه في شرحه عمدة القاري، ويقول العلماء أنه يسرق منه ويذمه، أن كتابه مليء من فتح الباري نقلا عنه ولا يبين هذا. وهذا الرجل الله المستعان هذا هو، وهو في العقيدة ما أظن يعني من الذين يعتمد عليهم في العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي أهم الكتب الفقهية في المذهب الحنبلي، وما هو الفرق بين كتابي المقنع والإقناع؟ وهل هي الكتب أهم الكتب الفقهية في المذهب الحنبلي؟ نعم. وما هو الفرق بين المقنع والإقناع؟ وهل حفظ متن الزاد أمر لا بد منه لطالب العلم؟ الكتب الفقهية في المذهب الحنبلي كثيرة ولله الحمد، وهي درجات، منها المختصر ومنها المتوسط ومنها المطول. أنا من المختصرات زاد المستقنع اختصار المقنع، ومنها متن الدليل، ومنها عمدة الفقه، منها أفصل المختصرات، هذه كلها مختصرات في الفقه الحنبلي. وأما الإقناع فهو من تأليف موسى الحجاوي مؤلف زاد المستقنع، وأما المقنع فهو من تأليف ابن قدامة الموفق ابن قدامة، من تأليف الموفق ابن قدامة رحمه الله، ولا يقتصر على قول واحد، وإنما فيه أكثر من قول في المذهب، يذكر الروايتين ويذكر بعض الوجوه، يذكر لتدريب طالب العلم على الترجيح، لتدريب طالب العلم على الترجيح ومعرفة الأقوال وترجيح الراجح منها. وأما الإقناع فهو متن يقتصر على قول واحد، ما هو مثل المقنع، أو المقنع أوسع منه، وهو جيد. الإقناع كتاب جيد من كتب المذهب المعتمدة مع المنتهى، مع متن المنتهى، وهو يعني يتنافس مع متن المنتهى. ولهذا تجدون دائما التعبير عن قال في المنتهى، قال في الإقناع، قال في الإقناع والمنتهى، تنافس الكتابان يتنافسان. نعم. صلى الله عليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة أتت تسأل حول مصطلح الإرهاب، ما معناه؟ حول إيش؟ حول مصطلح الإرهاب، ما معناه وما حقيقة، وهل يتعارض مع قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ الإرهاب التخويف من الرهب وهو الخوف، فليروع الناس ويخوفهم، هذا يعتبر إرهابي، خوف الناس ويرهبهم ويروعهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ترويع المسلمين، ترويع أهل الإيمان، ولا ترويع المعاهدين من الكفار إذا كان بيننا وبينهم عهد ميثاق، أو كانوا أهل ذمة يدفعون الجزية، أو مستأمنين في بلادنا، فإن لهم ما لنا ولهم ما علينا وفاء بالعهد، ولا يجوز لنا أن نروعهم أو أن نخونهم في دمائهم وأموالهم، لأنهم أهل ذمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم ير رائحة الجنة، لأنه غدر بذمة المسلمين، وهذا تشويه للإسلام،
واعتداء على الإسلام وغدرا بعهده. الله جل وعلا يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ويقول جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأمر الله نبيه إذا كان بينه وبين الكفار عهد ورأى منهم شيئا من عدم الوفاء بالعهد فإنه ينذره ولا ينقض عهدهم بدون إنذار. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فيعلن لهم بأن العهد الذي بينه وبينهم سينتهي وأنه سيعلن الحرب عليهم. الإسلام صريح، ما فيه غدر ولا فيه خيانة ولا فيه تخريب، وإنما الإسلام صريح. إذا صالح صالح ووفى بعهده، وإذا حارب حارب علانية، ما هو بغدر وخيانة وتخريب. الحرب تعلن ويكون لها قيادة من المسلمين، يكون لها جيش ويغزون الكفار علانية. الإسلام صريح، إذا صالح وعاهد يفي بالعهد ولا يغدر، وإذا قاتل وأعلن الحرب أعلن الحرب، وصار الكفار على علم بأن المسلمين سيحاربونهم. فالإسلام دين واضح، لا فيه خفاء أو فيه خيانات أو فيه غدر. وأما قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به، يعني الجهاد، المراد به الجهاد، هو المراد الإرهاب الذي يكون فيه خيانة وغدر، بل المراد الجهاد. أعدوا العدة للجهاد لأجل أن ترهبوا عدوكم، يعني هذه عدة الجهاد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: كيف الجمع بين حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وحديث أيها الناس تداوى ولا تداوى بمحرم؟ أيه، الدواء مباح، الدواء مباح، ولكن تركه من باب التوكل على الله هذا أحسن، تركه من باب التوكل على الله هذا أحسن. فالدواء سبب والتوكل على الله أعظم الأسباب، فإذا ترك سببا إلى سبب أفضل منه هذا حسن، وهذا ترك الدواء وهو مباح وسبب مباح لسبب أقوى منه وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا بأس بذلك، ولا تعارض بين الحديثين، لأن هذا ترك سببا مباحا لسبب أقوى وأنفع منه وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: قلتم إن المقصود من العلم هو ثم أيضا ما هو المقصود من الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون؟ ليس المقصود من ترك الأدوية كلها، المقصود ترك هذه الأدوية اللي هي الكي، لأن الكي فيه تعذيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يكره الكي لما فيه من التعذيب. ولا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن هذا سؤال للناس وذلة للناس، ما هو يقول لا ترقي أو لا ترقي نفسك، يقول لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لأن هذا في سؤال الناس، وفي ترك سؤال الناس والاستغناء عنهم أفضل، ما في شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: قلتم إن المقصود من العلم هو العمل، فإذا علمت أن السنة في الثوب أن يكون إلى نصف الساق ثم لم أعمل به، فهل أنا آثم والحالة هذه؟ ما هي السنة في الثوب إلى نصف الساق فقط، السنة إلى الكعب،
السنة إلى الكعبة، والإزار إلى نصف الساق، عزرة المؤمن إلى نصف ساق، هذا في الإزار. وأيضا حتى لو قلنا أن هذا عام في الإزار والثوب أنه إلى نصف الساق، فأيضا إلى الكعب هذا السنة، هذا السنة وذا السنة. وإذا كان المجتمع أخذوا بالسنة الثانية اللي هي إلى الكعب، فلا يسوء لك أن تخالف المجتمع وتكون بينهم لابسا لباسا مخالفا لهم، يكون في هذا شهرة. فأنت ما دام أن المجتمع على أمر مسنون أو أمر مباح فإنك تكون معهم ولا تخالفهم. والثوب إلى الساق إلى الكعب هذا سنة، إذا كان الناس أخلوا بها تأخذ بها ولا تخالفهم. أما لو كنت في مجتمع يلبسون إلى نصف الساق تلبس مثلهم ولا تخالفهم. نعم. بسم الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: رجل سألني عن شراء شيء فقلت إن شاء الله سوف أشتريه، فقال: ومتى يشاء الله؟ والسؤال: هل يجوز القول بأنه متى يشاء الله؟ وماذا علي أن أجيبه؟ هذا من باب العبث. سؤال متى يشاء الله، الله أعلم، الله أعلم متى يشاء الله. هذا كله كلام لا يليق ولا يحسن منه، ما يحسن منه أن يقول متى يشاء الله، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا فرغت من التشهد الأول ولم يفرغ الإمام منه، فهل أدخل في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أسكت أم ماذا أقول؟ ذكر العلماء أنه يرد التشهد الأول، إذا فرغ منه يرده مرة ثانية ولا يسكت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قال لي أحد طلاب العلم إن صيام يوم الخميس غير ثابت، فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ صيام يوم الاثنين ويوم الخميس ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سنة، يصوم من الأسبوع يومين، يوم الاثنين ويوم الخميس، وهذا ثابت ما في شك إن شاء الله. نعم. لكن ظهر الناس بس يريدون يخالفون الناس، يشككون الناس في أعمالهم الصالحة ويثبتون الناس عن الأعمال الصالحة وهم ما يعملون شيء. العجيب أنهم هم ما يعملون شيء، لكن لا رأوا واحد يعمل ويحرص على النوافل راحوا يشككون، هذا ما ثبت، هذا ضعيف، هذا كذا، بس يثبتون الناس عن العمل الصالح، وهذه علامة الشر وهي علامة خير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الأسباب التي تعين على بر الوالدين وخاصة إذا كان غير صالحين؟ الوالدان لهما حق، وهو ثاني الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حق الوالدين بعد حق الله، ولو كان كافرين فلهما الحق على ولدهما بالإحسان إليهما والنفقة عليهما. قال تعالى: وإن جاهداك ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، صاحبهما في الدنيا ولو كان مشركين أحسن صحبتهما بالكلام الطيب والنفقة عليهما وزيارتهما، وأما في القلب فلا تحب الكافر ولو كان والدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فأنت تحسن إليه ولو لم تحبه من باب أداء حقه عليك ومكافأته
حيث أحسن إليك وأنت صغير، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا من باب رد الجميل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: من عقد على امرأة ولم يدخل بها هل تكون أمها محرما له؟ من عقد على امرأة ولم يدخل بها، نعم، هل تكون أمها محرما له؟ نعم، تكون محرما له ولو لم يدخل بالبنت، مجرد العقد. وأمهات نسائكم، أما البنت إذا عقد على أمها فلا تحرم إلا بالدخول بالأم، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلم يذكر الشرط إلا في الربيبة ولم يذكره في الأم. نعم، فبمجرد العقد تحرم أم الزوجة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: كيف تكون العداوة من الزوجة والأولاد للأب كما ذكر الله ذلك في القرآن؟ يثبطون عن الخير ويطلبون منه أشياء فيها معصية ويجيبها لهم، هذا العداوة، أنهم يثبطون عن فعل الخير وأنهم قد يطلبون منه أشياء فيها معصية لله ويأمنها لهم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، ولا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فدل على أن الأولاد يلهون عن ذكر الله، هذا من وجه العداوة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: خصوصا في وقتنا هذا كثيرا ما يشكو الآباء من أن زوجاتهم وأولادهم يطلبون منهم أن يحضروا في البيت المعاصي، آلات اللهو، الدش، غير ذلك، يقولون: حنا مثل الناس، يخلينا مثل الناس، ويطلبون منهم أنهم يخرجون للأسواق ومزاحمة الرجال، يقولون: مثل الناس، يطلبون منهم أنهم يروحون للاحتفالات المختلطة والتي فيها منكرات، ويقولون: عنا مثل الناس، هذا من العداوة التي ذكرها الله منهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يقول الرجل لك ذبيحة إن أنت فزت علي في هذه اللعبة؟ لا، ما يجوز المراهنة، أخذ المال بالمراهنة، لا الذبيحة ولا الدراهم ولا غيره، هذا من القمار، من الميسر. جميع المراهنات التي يؤخذ عليها مال هذا الميسر، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، هذه الثلاث، لأنها تدريب على الجهاد، على الرماية، على ركوب الخيل، على ركوب الإبل، هذه من أدوات الجهاد، فيجوز أخذ السبق عليها وأخذ الجائزة عليها. وأما ما عداها من المراهنات فإن أخذ المال عليها حرام، وهو من الميسر والقمار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل ورد إسدال اليدين بعد الرفع من الركوع أم أنه بدعة؟ القيام بعد الركوع يقبض يديه كقبضهما قبل الركوع، لأن هذا قيام يستوي فيه ما قبل الركوع وما بعده، فما الذي يخصص ما بعد الركوع الذي يجعل السنة في قبض اليدين قبل الركوع فقط؟ ما الذي يخصص ما بعد الركوع وهو قيام؟ من يجيب دليل على هذا؟ وكما تقرؤون في رسائل الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه يرد على من يقول إنه يسبل يديه بعد الركوع، بل يقول إنه يقبضهما كما قبل الركوع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين تعبير الرؤيا وادعاء علم الغيب؟ في فرق. تعبير الرؤيا ما يجزم به، وإنما يقول يمكن يحصل هذا، ما يجزم. أما ادعاء علم الغيب فيقول يحدث كذا في يوم كذا في تاريخ كذا، يدعي يجزم، هذا ادعاء علم الغيب. أما اللي يعبر الرؤيا هذا توقع، وليس هو جزم، ليس هو من باب الجزم، وإنما هو من باب التوقع. والرؤيا حق، الرؤيا حق، والأنبياء يرون الرؤيا عليهم الصلاة والسلام، وغيرهم يرى الرؤيا، أي حق. وتفسيرها قد يقع وقد لا يقع، قد يخطئ المعبر، المعبر قد يخطئ، لأنه ما هو بيقين كل ما عبر أنه يقع. نعم. أحسن الله إليكم. ويسأل: كيف يطلب طالب العلم العلم؟ هل بقراءة المطولات أو بحفظ المتون؟ يطلب العلم بالتدريج وعلى يد العلماء، يبدأ من المختصرات يحفظها، فالمتوسطات، فالمطولات، شيئا فشيئا، ويكون هذا على أيدي أهل العلم، لا يقتصر على المطالعة فقط، بل يكون على أيدي أهل العلم يحللون لها هالمتون والعبارات التي عقدت في المتون، لأنها مختصرة لأجل الحفظ، يحتاج إلى من يشرحها ويوضحها. والمتون مهمة جدا في العلم، لا يدخل الإنسان العلوم إلا عن طريق المتون، لأنها مداخل ووصول للعلم، ومن ضيع الوصول حرم الوصول. وكونه ما يحفظ من المتون شيء ويروح ويقرأ في المطولات، هذا لا، ليس هذا طريق تعلم، هذا طريق ضيع. مثل اللي يدخل في المفازة وهو ما يعرف الطريق، لو أن الإنسان سافر ودخل في مفازة وهو لا يعرف الطريق يهلك، يهلك فيها. كذلك هذا الذي ما أخذ الأصل ولا أخذ، سار مع الجادة المسلوكة وراح يقرأ في المطولات والخلافات، هذا يضيع أو يضل، قد يضل أيضا ويعتقد اعتقادا فاسدا، قد يقع على كلام باطل فيظنه صحيحا يعتقده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: رجل توضأ ثم بعد غسل رجله اليمنى قام ولبس الجورب، ثم بعد غسل رجله الأخرى اليسرى قام ولبس الجورب الآخر، فهل فعله هذا صحيح؟ ما في بأس، لكن ما يمسح عليهما، ما في بأس، يلبس الجوارب كيف يلبسهم على أي صفة، لكن إذا أراد المسح عليهما فلا بد أن يغسل رجليه أولا ثم يلبس الخفاف أو الجوارب ثم يمسح عليهما. من شروط المسح على الخفين ونحوهما أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دل على أنه لا بد من كمال الطهارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وعنده المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ولما وصل إلى الرجلين أهوى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لينزعهما عن قدمي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما عليه الصلاة والسلام. فقوله أدخلتهما طاهرتين دليل على أنه لا بد من كمال الوضوء قبل لبس الخفين أو الجوربين. نعم، هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: مات والدي وهو يعتقد عند الأولياء أو في الأولياء، ويصدق شيخه وينفذ عنه ما يقوله من الأوراد التي يلزمهم بها، ويجتمعون على ما يسمونه العتاقة، وهي الاجتماع على الطعام
وهي الاجتماع على الطعام عقب أوراد شيخهم، والسؤال ماذا علي أن أفعل له؟ إن كان والدك لم يقع في شيء من الشرك، يعني سلم من الشرك ودعوة غير الله عز وجل، ومات على التوحيد، فإنك تدعو له وتستغفر له وتتصدق عنه، تحج عنه، مجرد أنه يعمل معاصي أو يعمل شيء من البدع التي دون الشرك، بدع دون الشرك، هذا لا يمنع أنك تتصدق له وتستغفر له وتدعو له، لأنه مات على الإسلام. أما إذا كان أنه مات على عقيدة الشرك وعبادة الأولياء من دون الله ودعاء القبور ولم يتب من ذلك، فهذا مات على الشرك، لا تستغفر له ولا تدعو له ولا تتصدق. قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الكوبونات التي تجمع لأخذ الهدايا من الأسواق والمحال التجارية؟ هذا من العبث بالأموال والدعاية، دعاية أصحاب المحلات إلى محلاتهم، والمنافسة بين المحلات التي تضر بالناس وتفسد الأسواق، يفسد بعضهم على بعض، فاللي ما يعمل دعايات ما يروحون له الزبائن، هذا يضر المسلمين، هذا عمل لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، وقال: لا يبع حاضر لبادي. كل هذا من أجل المحافظة على نفع المسلمين وعدم المنافسة بينهم، لأجل أن يجلب الجالب في السوق ويشتري من يريد الشراء. أما إذا لقيه قبل أن يصل إلى البلد واشترى منه، فإنه يضر المسلمين، يضر أهل السوق، فهذا فيه ضرر على اللي ما يعملون هذه الجوائز ولا يعملون هذه الحوافز من أصحاب المحلات، فيه ضرر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. هذا من ناحية. الناحية الثانية: سبق لكم قبل قليل أن الجوائز التي على المسابقات أن الأصل فيها التحريم، الأصل فيها التحريم، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من الثلاثة: النصل والخف والحاذر فقط، وإلا فإنها تكون من أكل أموال الناس بالباطل. فهذه يجتمع فيها أنها من القمار ومن الميسر، وأنها تضر المسلمين أيضا، تضر أصحاب المحلات اللي ما يعملون مثل هذه الأعمال وهذه الدعايات. نعم. والواجب منع هذا التلاعب ومنع هذه المسابقات وهذه التجارية وهذه الجوائز. قد صدرت فيها قرارات من هيئة كبار العلماء وأجوبة من اللجنة الدائمة بمنعها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص لديه القدرة على توظيف غيره، لكن عنده شرط، وهو أن أدفع له 1000 ريال كل شهر لمدة عام، فما حكم هذا الفعل؟ هذا رشوة، هذا رشوة. إن كان هذا اللي يقول أخذ منك المبلغ ووظفك، إن كان هو مسؤول يعني مدير وعنده الوظائف، هذه رشوة صريحة، هذه رشوة صريحة. وإن كان أنه ما هو عنده التوظيف ولكنه يسعى ويروح للموظف يتوسط عنده، فهذا بين أمرين: إما أنه شريك مع الموظف تقاسمون الرشوة، أو أن هذا شفاعة حسنة عنده، والشفاعة لا يجوز أخذ العوض عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه هدية فقد أتى بابا عظيما من الرياء، من الربا، لأن الشفاعة الحسنة إحسان وإرفاق بالناس يطلب بها الأجر ولا يؤخذ عليها شيء من أمور الدنيا. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. يقول: عرضت علي وظيفة في أحد البنوك، وبعد أن استخرت الله عز وجل أكثر من مرة عملت في ذلك البنك،
ولكني بعيد عن المعاملات المصرفية، والآن يا صاحب الفضيلة هل أبقى في عملي أم أخرج، علما أني مقدم على بعض الوظائف وأنتظر الإجابة منهم؟ لا تبقى على عملك هذا، لأنه تعاون مع البنك على الإثم والعدوان. الله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والبنك يرابي ويتعامل بالمحرمات في الغالب، تعامل بالبيوع الفاسدة وبالربا غير ذلك، ولا يتورع لأنه يمشي على مخطط أجنبي، ما هو بيمشي على التعامل الإسلامي، وإنما يمشي على مصطلح الاقتصاد الأجنبي الذي لا يتقيد بشريعة. وإذا عملت فيه موظفا فقد تعاونت معه ولو لم تكن في عقود الربا، حتى ولو كنت مراسل أو بواب، فإنك تتعاون معه على هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لماذا لعن الكاتب والشاهدين؟ لأنهم تعاونوا مع آكل الربا، تعاونوا معه. فيشمل هذا كل من تعاون مع البنك المرابي بأي نوع من التعاون. وأبواب الرزق كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاطلب العمل في غير هذا البنك واحرص على الانتقال منه بأسرع وقت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما رأيكم في من يصوم الاثنين والخميس في شهر رجب وشعبان بنية التدرب إلى رمضان؟ إذا لم يكن يصوم الاثنين والخميس في كل الأشهر فلا يصوم في رجب، لأن رجب ليس له، ولا في شعبان أيضا، لأن الاثنين والخميس صامان من كل أسبوع ولا يخصان بشهر معين. ما تصوم الاثنين والخميس إلا في شهر معين هذا بدعة، لكن إذا كنت تصوم الاثنين والخميس دائما في كل أسبوع هذا طيب، هذا سنة، فلا يخص رجب في شيء. وشعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه ولا يخص الاثنين والخميس، كان يكثر، كان يصوم أغلبه، يصوم أغلب شعبان، إلا أنه لا يستكمله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما هي صفة سجود الشكر، وهل لا بد فيه من الطهارة واستقبال القبلة؟ سجود الشكر وسجود التلاوة مثل سجود الصلاة، مثل سجود الصلاة، يكبر ويخر ساجدا ويقول سبحان ربي الأعلى ويكررها ويدعو مثل ما يدعو في سجود الصلاة تماما. وأما اشتراط الطهارة فهذا محل خلاف بين العلماء، من يرى أن سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة يشترط له شروط الصلاة، ومن يرى أنه عبادة مستقلة وليس هو صلاة فإنه لا تشترط له الطهارة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، هذا هو الصحيح، أنه عبادة مستقلة ولا تشترط له شروط الصلاة من حيث الوقت ومن حيث الطهارة ومن حيث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول فيه نحن مجموعة سافرنا إلى مصر وصلينا في مسجد يسمى مسجد السيدة زينب، ويوجد فيه قبر في آخر المسجد ولم نعلم بذلك، أي عن هذا القبر، والسؤال ما حكم صلاة التي صليناها في هذا المسجد؟ لإعادة، حكمها لإعادة، أعيدوا صلاتكم، لأن الصلاة في المسجد اللي فيه قبر لا تصح ولو كنتم لا تعلمون. العادة أن القبر واضح وعليه القباب والأشياء وعليه الستور، ما هو خفي، يعظمونه تعظيم ويجعلون الهبها ويجعلون، ما هو خفي القبر في المسجد عند الخرافيين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. تسميته مسجد زينب، الست زينب، لا واضح أنها على قبر، الست نبيسة، الست مسجد الحسين، لا يسمونها إلا بأسماء من دفن فيها. نعم، سواء كان صحيحا
لأن الحسين رضي الله عنه لم يدفن في مصر، هذا كذب. يقولون راسه، أنه دفن راسه في مصر، وهذا كذب، لأن راس الحسين ما ذهب إلى مصر، قتل في كربلاء رضي الله عنه في العراق، ويقال أنه ذهب براسه إلى يزيد في الشام، الله أعلم. إنما مصر ما ذهب إليها شيء من الحسين، لا رأسه ولا. وقد كتب شيخ الإسلام في هذا رسالة سماها رأس الحسين، وكذب اللي يقولون إن الحسين مدفون في مصر، بل يقال إن المدفون فيه نصراني ليس بمسلم. نعم. وعليه الصلاة في مسجد الحسين. نعم. الصلاة في مسجد الحسين في مصر تعاد أو تبقى على ما هو عليه؟ إيش؟ الصلاة في مسجد الحسين تعاد. الصلاة في مسجد فيه قبر تعاد، لأن فيه قبر هو، لكن ما هو قبر الحسين، يكذبون ويقولون إنه لعله قبر نصراني أو إن شاء الله قبر مسلم، ما يجوز الصلاة فيه ما دام على قبر، ما يجوز الصلاة فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في كتاب المحلى لطالب العلم؟ هل له أثر إيجابي أم سلبي، لا سيما لمن كان يرغب في مزيد من العلم وهو ليس على مذهب الظاهرية، وإنما هو على مذهب أهل السنة والجماعة، وله عناية بعلم التوحيد والفقه على المذهب الحنبلي وتحري الدليل؟ أرجو التوجيه. لا يصلح أن يطالع في المحلى إلا المتمكن في العلم، لأن المحلى أسلوبه رحمه الله أسلوب فيه قسوة على المخالفين، ربما يتأثر هذا اللي يقرأه فيحمل الحقد على العلماء وعلى المخالفين تأثرا بأسلوب ابن حزم، فلا يصلح يقرأه إلا المتمكن من العلم، الذي يأخذ مما فيه من العلم ويترك الأسلوب هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: لقد ذكر أحد الأساتذة أنه يرغب في الفهم للدروس ولا يرغب في الحفظ، وأشار إلى أنه يعتمد في هذا على رأي غربي ترجمته أن حفظك للشيء لا تعرفه يكون الضرر به عليك، فهل قوله هذا صحيح؟ وإذا كان كذلك فهل يجد في الدين الإسلامي ما يشير إلى ذلك ليتم إيضاحه إلى هذا الأستاذ نظرا لتأثره وغيره بالغربيين؟ وهل حفظ القرآن يتطلب فهم الجميع، أي جميع ما يحفظ؟ لا بد من الحفظ، العلم لا يكون إلا بالحفظ مع الفهم، لا يكفي الحفظ بدون فهم ولا يكفي الفهم بدون حفظ، وإذا لم تحفظ فماذا تفهم وماذا يبقى معك؟ فلا بد أن تحفظ أولا ثم تفهم ثانيا، لا بد من الأمرين. ولا نلتفت إلى قول هؤلاء الذين يخذلون عن الحفظ ويقولون إنه عبارة عن ببغاء يحفظ ولا يدري وش يقول، ما نقول له احفظ فقط، نقول له احفظ وافهم المعنى، افهم المعنى. أما فهم بدون حفظ فهذا لا يثبت ولا يبقى، وأما حفظ بدون فهم فهذا لا ينفع، لا بد من الأمرين حفظ وفهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم اللابس للثياب الشفافة في الصلاة ويلبس تحتها السروال القصير ولا يصل إلى الركبة، هل صلاته صحيحة؟ إذا كان يتبين لون الجلد ما بين السرة إلى الركبة من وراء الثوب فلا تصح صلاته، إذا كان الثوب شفاف والسروال قصير عن الركبة يبدو بعض الفخذ ويرى من وراء الثوب الشفاف فصلاته غير صحيحة لأنه لم يستر عورته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يقول: إذا نام رجل عن صلاة المغرب ثم استيقظ بعد إقامة العشاء، هل يصلي المغرب أولا أو العشاء مع الجماعة ثم يصلي بعدها المغرب؟ لا بد من صلاة المغرب أولا، يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء سواء أدركها مع الجماعة أو لم يدركها، لأن الترتيب لا بد منه، لا بد من الترتيب. نعم. وهذا السائل يقول: يا صاحب الفضيلة، ما حكم المرور أمام المصلين في المسجد الحرام؟
لا بأس به للضرورة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد المزدحمة التي لا يكون فيها طريق والإنسان محتاج إلى المرور لا بأس بذلك، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لو ما تمر أمام المصلين ثبت الواقف، أن الصلاة في المسجد الحرام مستمرة ولا في مكان ما تجد فيها أحد يصلي، رفعا للحرج لا مانع من ذلك. هذا في بالنسبة لغير المأمومين، أما المأمومون فلا حرج، لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه، فإذا كانوا يصلون خلف الإمام فسترة الإمام تكفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل هناك توحيد يسمى بتوحيد المتابعة، وما الدليل عليه إن وجد؟ ليس هناك توحيد يسمى توحيد المتابعة. المشهور عند أهل العلم أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وبعضهم يقول توحيد نوعان: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ويجمل يدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، كما ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وغيره. أما أن المتابعة واجبة، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا تدخل في التوحيد، لأن التوحيد ضده الشرك والمتابعة ضدها البدعة. يقال الذي لا يتابع الرسول لا يقال له مشرك، يقال له مبتدع، مبتدع. والعمل له شرطان: الشرط الأول التوحيد والإخلاص، الشرط الثاني المتابعة. المتابعة مستقلة عن التوحيد، مستقلة عن التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: أنا رجل كثير الوسوسة في الطهارة، فما هي نصيحتكم لي؟ ترك الوسوسة. النصيحة أنك إذا توضيت أنك لا تلتفت للوسواس، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة أخذوها.